ضمن مبادرات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض الاتحاد الخليجي العالمي للتكرير، افتتح معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز لواس 2018 بهدف تعزيز التواصل وتحسين المعرفة وتعلم أفضل الممارسات المستخدمة في صناعة النفط والغاز في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. مسيرة التنمية والبناء دائما ما تحتاج إلى جهد يبذل، والمجهود الذي يبذل حقا يستحق أن يقدر. ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في صناعة النفط والغاز بدول مجلس التعاون الخليجي استطاع أن يكون علامة بارزة لكل الكفاءات النسوية العاملة في مجال الصناعة النفطية، وأن تكون الجائزة بين كفي نساء تحدين الصعاب وكنا فعلا يستحقن أن توكل المهام إليهن. الجائزة هذه تعنى بالمرأة في قطاع النفط والغاز، تشجيع النساء لخوض هذا القطاع وتبوؤون المناصب القيادية. احنا اليوم نفخر لأول مرة بتاريخ قطاع النفط يكون عندنا مدير عام مرأة، وهي الأخت عفاف حسين العابدين، هي مدير عام الشؤون المالية في شركة القابضة للنفط والغاز، ونسعى إن شاء الله نشوف مهندسات في المستقبل القريب يتبوؤون مناصب قيادية في الشركات. تشوفون اليوم في الشباب والشابات عندهم جمعية مهندسين الكيمياء البحرينية، النشطين منهم معظمهم من البنات، فإن شاء الله أنه مثل هذه الفعالية تشجعهم على التعرف على هذا القطاع والدخول فيه، وتكون الفرص متكافئة لهم. إن انعقاد الملتقى يشكل خير داعم في تمكين المرأة الخليجية واستدامة تطورها المهني وتعزيز قدرتها على الإنجاز والمشاركة الفاعلة في كافة مجالات قطاع النفط والغاز، وطريق لمناقشة التحديات التي تواجه المرأة الخليجية في تحقيق تطلعاتها في القطاعات التنموية المختلفة. سعيدين إن احنا هنا إن نحتفي بإنجازات المرأة الخليجية في النفط والغاز، في نفس الوقت نكرمهم، في نفس الوقت بعد هو مكان مناسب عشان نتكلم عن التحديات والمواضيع التي تهم المرأة العاملة في نطاق النفط والغاز. لملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية في قطاع النفط والغاز في دول مجلس التعاون الخليجي أهداف متوافقة مع السبل التي ينشدها المجلس الأعلى للمرأة بمملكة البحرين، وذلك من خلال نشر ثقافة التميز القيادي للمرأة وتشجيع الابتكار والقيادة والإنجاز والمواهب النسائية في الأوساط الأكاديمية والقطاعات التجارية والصناعية في مجال النفط والغاز. إن المرأة الخليجية تبوأت مكانة متميزة واعتلت مراكز قيادية مهمة، واصبحت اليوم صاحبة قرار يعتمد عليها في جميع المجالات وخاصة في قطاع النفط والغاز، لتستحق التكريم في ملتقى جائزة التميز للمرأة القيادية. إيمان شرف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.